ممكن اشارككم كمان بموقف من المواقف الكوميديه اللي حصلت، بس هم غالبا نسيوه، ان كان في متسابق من ضمن المتسابقين اللي كانوا، كان لابس سديري وحاطط برسيم في الجبين، فبعد ما السباق بدا فكان بيرمي برسيم على الناحيتين على عشان بقى الحين بقى تتخدع فتاكل البرسيم فوكس ايه ده؟ هو بيحاول يعطل الحمير اللي بعديه، يعني لما بيرمي البرسيم بتاكل البرسيم، بيرمي برسيم عشان الحمير تاكل، هو انتبه البرسيم، انتبه للسرعه وحضرتك هو ده، هو انتبه انتبه للخدعه بتاعته وهو وجع في شر اعماله، كان بيرميه والحماره بتاعته بترجع تاكله تاني.